قلت لك يا استاذ محمد قبل كده انا ما بحبش الطريقه دي، انا ست ارمله ما ينفعش تتكلم معايا كده. وبعدين انا جارتك والنبي وصى على سابع جار، انا وانت الباب في الباب، المفروض تصوني قبل اي حد. انت مكبره الموضوع كده ليه؟ انت وحدانيه وانا وحدين، تقولي كلمه حلوه اقول لك كلمه حلوه، نونس بعضينا كده يعني. وان قلت لك بقى ان انا مش بتاعت الكلام ده هتعمل ايه؟ بالاخر هقول عليك اللي مش فيكي وهخلي سيرتك على كل لسان. وانا ما يهمنيش الناس طول ما انا قدام ربنا نضيف. طب احذري مني بقى. وانت اللي تحذر مني عشان انا قدام ربنا هشتكيك، وخاف من ربنا بقى، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت عايز ايه مني تاني؟ عايز اقولك اني اتبلطجت عليكي واني ندمان واني ما صونتش العشره والجيره. ربنا خد مني حقك وزياده، وزي ما انت شايفه بقيت عاجز. ويا عالم هقدر امشي زي الاول ولا لا؟ يعني عرفت انك غلطان وندمان كمان، وانا من النهارده زي اخوك واخو كل حد في العماره دي، اللي هيحتاجني هيلاقيني. المهم ان انت تسامحيني. مسامحاك وهدعي لك من ربنا انه يسامحك وترجع تقف على رجلك زي الاول واحسن كمان.